أكثر العلماء على أن عيادة المريض سنة وليست واجبة، إلا بالنسبة لأشخاص معينين، وهم الذين يحتاج المريض إليهم ولا يستغني عنهم، مثل الممرض، الممرضة بالنسبة للمرأة، الشخص الذي يقوم بمعالجة المريض ورعايته، يعني إذا كان مرض شديد فهو يحمله، يدخل الحمام، يقضي له حوائجه، يقوم بإطعامه، يقوم بسقيه، يقوم بمنع أي ضرر عنه. الأشخاص الذين يعتبر وجودهم ضرورة للمريض يبقى هذا الوجود فرض على الأمة أو على البلد أو على الربع، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ترك المريض بغير رعاية فإن الجميع يأثم ويعتبر مذنبا ولو كان بلدا بأكمله، وعلم بحالة مريض وأهمله فإن البلد كل من فيه يعذب يوم القيامة أمام الله لأنه وقع في خطأ ترك فرضا من فرائض الله تعالى. هذا في الواقع بيعطينا تبيان لمبدأ التماسك في الإسلام ومبدأ الترابط القوي الذي يشعر به قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. واضح هذا الكلام والسكر. إذن حكم عيادة المريض، البعض قال فرض عين، والبعض قال فرض كفاية، والبعض قال وسنة مؤكدة، إلا بالنسبة لمن هم وجودهم ضروري للمريض يبقى فرض بالنسبة له. عظيم. هذا الخط بالنسبة للعيادة، لعيادة المريض واضح. هل يجوز عيادة المريض الكافر أم لا يجوز؟ والجواب أن المريض الكافر تجوز عيادته وقد تستحب إذا كان فيه أمل أن تعرض عليه الإسلام، قبل أو لم يقبل. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وهو مشرك كافر وقال له في مرض موته: قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله يوم القيامة، يعني أحاول أن أشفع لك بها عند الله. وكلمه حتى مال أبو طالب، فدخل أبو جهل والأمر كذلك، ويبدو أنه علم بالنبي وقوله فجاء بسرعة وأخذ يمنع أبا طالب ويحرضه حتى غلبت على أبي طالب شقاوته فمات على غير الإسلام. لكن هناك غلاما يهوديا كان حظه أوفر وأحسن، كان الغلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام فذهب النبي إليه ليعوده وكان في مرض موته، فعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام. فالولد نظر إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، يعني أطع محمدا صلى الله عليه وسلم. فنطق الولد بالشهادتين وأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، لأن الولد كما قلنا دخل في الإسلام. هذه صورة
ربح صاحبها الغلام اليهودي، ومع الأسف أن يدخل الغلام اليهودي الإسلام فينجو من عذاب الله، ويبقى أبوه على كفره ويهوديته فيغمس في عذاب الله تعالى. كذلك السؤال، هل يجوز للرجل أن يعود المرأة، وهل يجوز للمرأة أن تعود الرجل ولو كان أجنبيا؟ والجواب نعم، وقد بوب البخاري ذكر بابا في كتابه قال فيه باب عيادة الرجال النساء، كما ذكر أبو داود بابا في عيادة النساء الرجال. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أم العلاء وهي مريضة وقال لها يا أم العلاء أبشري، فإن الإنسان إذا مرض، معنى الحديث فإن الإنسان إذا مرض تساقطت عنه ذنوبه ومحيت حتى لم يبق منها ذنب. ودخلت عائشة رضي الله عنها بعد الهجرة على أبيها أبي بكر وكان مريضا، وكان بلال مريضا أيضا بجانبه، فلما دخلت عليهم أخذت تقول كيف أنت يا أبي، كيف أنت يا بلال، يعني كيف حالك. فإذا وهذا أمر ثابت، عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وعيادة المرأة للرجل، كما ثبت أن أم الدرداء عادت أيضا مريضا وهي صحابية والصحابي مريض، وعلق ابن حجر على ذلك فقال يجوز أن يعود الرجل المرأة ولو كانت أجنبية، وأن تعود المرأة الرجل ولو كان أجنبيا بشرط أن يكون الرجل والمرأة على حالة يقرها الإسلام، يعني المرأة محتشمة والجو مناسب، لا خلوة ولا تكسف إلى آخر، فما دام الإسلام مراعى فلا مانع من ذلك. هذا كلام ابن حجر تعليقا على تبويب البخاري لعيادة الرجال النساء. إذن فعيادة الرجل المرأة وعيادة المرأة الرجل أمر مشروع ولا شيء فيه، بشرط أن يكون على النهج الإسلامي. نأتي بعد عن آداب عيادة المريض، يعني إذا دخلنا لعيادة المريض فما هي الآداب المطلوبة، ثم ما هو فضل عيادة المريض، أيضا فضل عيادة المريض وآداب عيادة المريض. وكنا أتكلم في فضل عيادة المريض أولا، وده لأن هذا أمر سهل. ثبت في حديث حسن رواه الترمذي وغيره والحاكم صححه وقال على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاد مريضا غدوة، يعني في الصباح، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. 70,000 ملك حتى يصبح، وإن عاده صباحا صلى عليه 70,000 حتى يمسي. وأكرم بهذا من ثواب ومن أجر يناله من يعود مريضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
وجاء ذلك في حديث صحيح أن من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من قبل السماء يعني ملك وقال له طبت وطاب ممساك وتبوأت من الجنة منزلا. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. وجاء في حديث آخر صحيح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذهب إلى مريض ليعوده فإنه يخوض في رحمة الله حين ذهابه فإذا جلس عنده اغتمس فيها يعني غرق في رحمة الله تعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا لم يزل في قرفة الجنة حتى يرجع يعني لم يزل في ثمار الجنة ومتاع الجنة حتى يرجع من عيادته للمريض. إذن عيادة المريض مع أنها حق للمسلم على المسلم فرض أو سنة فلها ثواب عند الله كبير، فصاحبها كأنه يمشي في ثمار الجنة، ومعنى ذلك أن الله يجعل له الجنة يوم القيامة تمتع بثمارها، وصاحبها يخوض في رحمة الله حتى إذا وصل انغمس في هذه الرحمة فشملت رحمة الله من أوله إلى آخره. والذي يعود مريضا يصلي عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وإن كان مع صباحا يصلون عليه حتى يمسي، ويناديه ملك من قبل السماء طبت وطاب ممساك وتبوأت من الجنة منزلا. وجاء في الحديث القدسي، لا في الحديث النبوي، أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد يوم القيامة، وهو حديث صحيح أيضا، يقول له مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فيقول الله له مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده، يعني لو ذهبت لزيارته لوجدت رحمتي عنده ومغفرتي لك عنده وعنايتي لك عنده حين تعود. هذا معنى لوجدتني عنده، مش أن مطروح هناك تلقي ربنا جالس مع المريض، لأن هذا المريض يحاط برحمة الله وعنايته وفضله ومغفرته. وبرضو تكملة الحديث أن الله يقول استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني إلى آخره. إذن على هذا يستبين لنا ثواب عيادة المريض مما يجعل الواحد منا يبحث عن المرضى، فإذا علم بأحدهم أسرع ليعود. ولو علم أن الإنسان حين يعود المريض فإن المريض يستبشر بعواده ويسر لهم ويفرح بهم ويأنس، وأن المريض الذي يعوده عدد وفير في المستشفى يرى أنه أحسن حالا من غيره ممن لا يعوده مثل هذا العدد، فنفسيته ترتفع وحالته تتحسن مهما اشتد المرض عليه، فإنه يجد أن كثرة عواده له أثر كبير على نفسه. إذا علمنا ذلك علمنا حكمة الشرع في أمرنا بعيادة المرضى وفي حظنا على هذه العيادة، حتى وصل الأمر أن يقول الله تعالى مرضت فلم تعدني، كأن الله يقول للمسلم إذا مرض أخوك
فتعالى عده لأنني موجود هناك. كأن الله يقول أنا مع المرضى فمن عادهم فكأنما عاد ربه. إلى هذه الدرجة ندرك فضل عيادة المريض. نأتي آداب عيادة المريض. ما هي هذه الآداب؟ أولا الآداب العامة في الاستئذان والدخول مطلوبة. ثانيا يسن لمن يعود مريضا إذا دخل أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في العيادة: لا بأس طهور إن شاء الله. فكلمة لا بأس يعني لا ضرر عليك، وكلمة طهور يعني هذا المرض يجعله الله تعالى طهورا لذنوبك ومغفرة لها، فأنت الكسبان من هذا المرض. فهذا يعتبر تبشيرا له وتخفيفا عنه. كما يستحب إذا دخل إنسان يعود مريضا أن يدعو له بمثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا عاد المريض مسح على رأسه وقال: أذهب الباس، يعني البأس، أذهب الباس رب الناس، واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس، واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء لا يترك مرضا ولا ضعفا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا فوضع يده عليه ثم قال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله تعالى ما لم يكن مرض موت. معنى الحديث يعني ما دام ما فيش موت الله يبارك ويشفيه. فإذا دخلت عند مريض فإنه يستحب إن واحد من الموجودين، مش كلهم يعني، لو دخل عشرة كل واحد يضع إيده عليه إن شاء الله يطلع روحه هيخنقوه. فقالوا: يضع أحدهم يده عليه برفق ويدعو له بمثل هذه الأدعية التي سمعتموها. طب يعتبر يمكن واحد يكون فيه البركة ويكون الله قد أذن بالشفاء فيأتي هذا الخير على يديه. يبقى السنة يدخل بطريقة شرعية، يقول لا بأس طهور إن شاء الله، واحد يمسح على رأسه ويدعو له. من السنة أن اللي داخل ده لا يطيل الجلوس إلا إذا كان المريض يرغب في ذلك، وفيه دلائل على كده، لأنه عيادة المريض ليست للمسلسة. يعني احنا داخلين نعود مريض مش عشان نسولف معاه، لأن انت داخل وغيرك داخل وكل داخل، فما دام دخلت كيف حالك، شلونك، ازاي وجدت الناس داخلين، او انت جلست كم يمكن عاوز، او بالتأكيد عاوز اهل بيتي يدخلوا يجلسوا جنبه، بنته، زوجته، محتاج يروح جرب مية، محتاج تاني ناني، يبقى عليك انك انت تخفف. ومطلوب التخفيف اكتر لما تلقي غيرك داخل، يوم يبقى ده داخل وده داخل وانت مش لاقي مكان وانت برضه قاعد، وبيسأل يبحث عن كرسي من عند الجيران وانت برضه قاعد، وناس وقفت على الباب وانت برضه قاعد. ما تقوم يا اخي، ما تفكش بقى، خلي الحكايه تمشي. انا بقول للناس اللي هناك يعني فكايه، مطلوب صلى الواحد يمر كده: وكيف حالك، شلونك، الله يشفيك ويعافيك ويطرح البركه، والسلام عليكم ورحمه الله.
فلو كان مرورا اذا اقتضى الامر فدائما نراعي مثل هذه الامور مراعاة جادة، لانها من الامور الاسلامية الاساسية. كمان يراعى ان المريض يراعى التخفيف عنه وتسليته، لان ده المقصود من العيادة. واحد بيقول لك انا عندي الكبد، الثاني بيقول لك انا عندي الكلى، فلما يخش يقول له يا اخي دي حاجة سهلة وبسيطة، ده من ابرة ولا ابرتين وشوية ادوية. يا مناس كانت اكتر من كده 20 مرة راجل بزوجة كمين الدواء مثل هذا، وشو ربنا ساطع عليها شوية حبوب 20 حبة على ما خلصتهم 3 حبات في اليوم، حبة بعد الاكل 3 مرات في اليوم وانت وشوفيا. لكن الثاني بقى زي ما بيحصل يقول لهم الله يشفيك، الله يرحمه فلان الفلاني كان مريض بالمرض ده نفسه برضه، الله يرحمه فلان الفلاني راح للدكاتره وما عرفش ولا واحد عرف مرضه كان لما مات، بالشكل ده يموته قبل ما يطلع. وما عرفت يعني لغايه دلوقتي مع الناس بتتقدم والحضاره بتكثر، ولكن برضه بيحصل، برضه بيحصل، وخصوصا عند النسوان. اول ما تقول كبدي اول ده ولا ده كان ابن عمي ولا ابن خالتي مرض بالمرض، الله يرحمه بقى، كان 6 عيال وامهم لغايه دلوقتي. فهذه الحسرات اللي بيدخل الانسان يضعها في القلوب ويطلع ليست من الشرع، يعني يا ريتهم ما دخلوا. ولذلك احيانا اهل المريض يعني يبقوا زهقانين من الناس ما عاوزين حد يجي، ولذلك لما يكون عندهم بقى وعي واخدين بالهم وعندهم جرأة بيمنعوا يقول الزيارة بس من الديوانية او على الباب وخلاص، مع الطبيب مانع من الدخول لانه هو ارهق المريض تمام، وكل شيء برضه كل شيء له حدود. طيب يبقى من السنة التخفيف عنه، بمعنى ان احنا نهون عليه ونقول له سهلة وبسيطة. من السنة ان نبشره بما عند الله ونبين له كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمريض بالحمى او بغيرها، ان المريض اذا اشتد عليه وجعه ومرضه فان ذنوبه تتساقط عنه كما يتساقط عن الشجرة اليابسة ورقها حتى يقوم من مرضه وقد غفر الله له. فيقول الواحد يا بختك ولا هتقوم مغسول من الذنوب، هيدي فرصة بقى. الواحد لما حتى بيمرض بيفتكر ربه، ان كان ما بيصليش بينوى على الصلاة، ان كان ما بيصومش بينوى على الصوم، وبيبتدي يغير موقفه لان الدنيا كانت تغلاه واكلاه ودهياه ووخداه ومش راضية تجيبه. المرض بيصحيه ويخليه يفيق. فالواحد بيقول له والله خلاص المسألة دلوقتي هتعافى من بكرة وتبقى زين وهتصير ممتاز في صحتك وقوي، ان شاء الله هتحمد ربنا ولا ما تحمدوش لما ربنا يشفيك وترجع لطاعة الله، وبطل بقى الصحبة السيئة والكاس ووجع الراس والقرف اللي انت بتحس فيه. يا اخانا انت دلوقتي ليس لك الا الله، الله هو الذي يشفيك ويعافيك ويطرح البركة فيك. يبقى اول ما هتقوم اول ما تحارب تحارب ربنا، برضو يرضيك ولا ما يرضيك؟ الله يهديك. ماشي ماشي، هو مين اللي ماشي يعني الكلام ده؟ ماشي يعني ماشي معقولة. يبقى على هذا عرفنا من السنن هذا. احيانا يكون المرض بتاعه يكون مرض موت، مرض موت، وانت فهمت كده وهو ربما فهم هذا او لم يفهم، عليك بكل لباقة انك تبين ما يطلب في مثل هذه الحالة. اولا في مرض الموت بالذات احذر ان تدخل اليأس من رحمة الله على قلب المريض، احذر هذه، فان هذه
من يأس من رحمة الله عند مرضه كمن أمن مكر الله عند مرضه لا يغفر له. لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. وأحسن حالة يكون عليها المريض هي أن يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، لكن رجاء الرحمة أكبر، رجاء الرحمة أكبر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في مرض موته فقال له، ما عرفش الرجل كان أعرابي ولا إيه، لكن لما دخل عليه في مرض موته قال له كيف تجده؟ قال أرجو الله أرجو الله وأفاك ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمعتا لإنسان في مثل هذا الموطن إلا غفر الله له. يعني لما الصفتين دول، صفة إنه يرجو رحمة الله وفي نفس الوقت عارف إنه مذنب، الشعور بالذنب بيخليه ذليل لله، بيخليه يشعر بتقصيره، بيخليه يشعر بأنه في حاجة إلى رحمة الله، لكن في نفس الوقت بيشعر بأن ربنا كريم ورحيم وغفور، وأن الله عفو عن عباده، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن ذنوب العباد كل العباد لن تضر الله شيئا، ولن يستفيد الله من ادخال هذا النار او النار او فلان، لن ينقصه شيئا ان ادخله الجنة. فهو بيقول يا رب ادخلني في كرمك وعفوك ورحمتك وحلمك ومغفرتك، انا اطمع في ذلك كله وانا المقصر المذنب. فتبقى الحالة دي بتقربه من عفو الله ومن رحمته، وده بتعتبر حالة توبة. انتوا عارفين الراجل اللي قال لأولاده إذ إن مت لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، أنا ما فعلت حسنة قط. وبيقولها طبعا بطريقته، طريقة جاهلة، طريقة ساذجة، إن ربنا قدر علي هيعذبني، فإذا أنا مسك أحرق جثتي وذر نصها في البر ونصها في البحر. وأولاده عملوا كده، وده حديث صحيح. فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه وأحياه الله كما كان وقال لما فعلت ذلك؟ فقال يا رب فعلت ذلك من خشيتك. فقال الله له خشيتك أدخلتك الجنة، اذهبوا به إليه. لأن الحالة دي اعتبرت ندما وشعورا بالذنب وتوبة إلى الله، لأن أهم عناصر التوبة الندم والشعور بالتقصير والذل. لكن الراجل اللي جاي يموت تقول له توب، يقول لك هو أنا عملت إيه عشان أتوب؟ يا راجل ده أنت ظلمت كل عباد الله، يقول لهم من غيري ما كانش يبقى لكم قيمة، انا رفعت راسكم وانا جبت لكم وعملت لكم، يا ويلكم من بعد مترتوكم. لا يذكر الله في قليل ولا كثير، طمس الله على قلبه فلا امل فيه. هذا والعياذ بالله. يبقى لو قال يا ليتني كنت ترابا
واستجاب الله له لكان رحمة به. فده ما فيه. كمان الانسان اللي ييأس من رحمة الله ويقول ما فيه مش هيرحمني، ما فيه امل، ما فيه فايدة، ارحمني ليه وبيرحم بيدخل مين ولا مين ولا مين، يبقى برضو والعياذ بالله يخشى عليه ان يموت على الفقر. امال الانسان اللي اللين السهل اللي بيعلق الامل في الله وفي نفس الوقت خايف من الله. فحصل انه عبد الله ان عمرو بن العاص عند موته بكى فاشتد بكاؤه، فاخذ ابنه يهون عليه يقول له اما تذكر يا ابي ان رسول صلى الله عليه وسلم بشرك بكذا وبشرك بكذا وكذا. فادار وجاءوا الى الحائط واشتد بكاؤه، ثم التفت اليهم فقال اكثر ما نعد لهذا اليوم هو قول لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف قد ايه، شوف الخلاصه، اهم ما اعده للقاء الله هي كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام بيخبر ان من قال لا اله الا الله خالصا مخلصا من قلبه فمات عليها دخل الجنه. فهذا فقه عمرو بن العاص وهو فقه رائع، حيث يدرك انه يقدم لربه اعترافه بوحدته وبرساله نبيه. اداه الاعتراف بالتوحيد ده هو ده الخلاصه اللي هيقدمها، يعني العقيده السليمه النظيفه. زين. ثبت ايضا ان ابن عباس بشر عائشه رضي الله عنها عند موتها، بشرها بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وثبت ان عبد الله بن عباس بشر عمر رضي الله عنه في مرض موته واخذ يقول له ابشر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك كذا وقال كذا وقال كذا. اذا فتبشير الميت عند هذه الحاله، يعني في حاله مرض الموت، وتوجيهه الى الله تعالى وجعله يطمع في رحمه الله وفي عفو الله وفي مغفرته امر مطلوب لمن عرفت انه يموت ولمن عرف انه يائس من حياته. واضح يا اخوانا الفكر هذا الموضوع، واصبح جليا لا يحتاج الى شيء. انا في هذا باذكر هذه الحكايه وقد ذكرتها مرارا وارجو ان تعوها، ودي اللي مذكوره في عده كتب. وابن القيم بيهتم جدا بمثل هذه القصص لتاثيرها على النفوس ولايجادها نوعا من الرقه في القلوب. ان شابا كان له ام اللي بيحكيها ذنون المصري، وهو من خيار الصالحين ومن خيار الاولياء، فيحكي انه خرج الى الصحراء فوجد أربعة يحملون نعسا، يعني جنازة، فلما رآهم ولا أحد معهم سألهم أين تتجهون بها؟ قالوا ندفنها. قال من معكم؟ قالوا شاب. قال أليس له من أهل؟ قالوا أم وهي آتية وراءنا. فقال فتبعت الجنازة لاني اعلم ان الذي يتبع الجنازه له قراط من الثواب، والذي يصلي عليها له قراط، فمن تبعها وصلى عليها له قراطان، والقراط مثل احد. فاراد ان ينال ثواب السعي وراء الجنازه وثواب الصلاه عليه. يقول فلما وصلنا الى مكان القبر
وضعوها وصليت عليها وأخذوا يحفرون القبر. وإذا امرأة تأتي من بعد ولها صوت لا يفهم، حافية القدمين باكية مولولة، قال فلما وصلت أغمي عليها فانشغلنا بدفن الساب وقبره، وضعه في القبر يعني، فلما أهلنا عليه التراب وإذا بنا نرى المرأة تتحرك ثم تقوم وهي تبتسم، فقلت لها يا امرأة ما شأنك؟ جئت تولولين وتبكين والآن أنت تبتسمين، فما أمرك؟ فقالت إن هذا الساب ولدي وهو وحيدي بعد موت أبيه، ربيته حتى نما وترعرع، وكنت كلما دعوته للطاعة وعبادة الله لم يأبه بقولي ولم يعبأ به، وكان مع الشباب أمثاله لا هم لهم إلا اللعب والجري وراء الشهوات، لكن ابني مرض مرضا شديدا فكأنه أحس بأنه سيموت، وإذا به يدعوني ويقول لي يا أمّا أراني أموت في مرضي هذا، فإذا أنا مت فأنا لا أستحق كرامة أحد لأنني لم أطع ربي ولا طاعة واحدة، فإذا مت فناسبتك الله لا تخبري أحدا بموتي، وضعي خدي على الأرض وضعي قدمك على الخد الآخر وقولي هذا جزاء من عصى مولاه، هذا جزاء من فرط في حق الله، هذا جزاء من أضاع عمره في لعبه وهواه، لا تفعلي غير ذلك فلعل الله يغفر لي. قالت الأم وما تبني ولم أخبر أحدا وفعلت ما أمرني، وضعت خده على التراب ووضعت قدمي على الخد الآخر وقلت مثل ما قال لي، ثم جئت الآن وأنا باكية حزينة مولولة، لا ليس لأنني فقدت ابني ولكن أخاف عليه غضب ربه وعقابه، فلما دفنتموه ووقعت مغشيا عليه سمعت ابني يقول من قبره يا أماه وجدت ربي رحيما غير غضبان، فقمت أبتسم وأنا مستبشرة أن الله قد غفر لابني، مسرورة سعيدة. سعيدة ليه؟ لأن ابنها وصل. أكبر عقبة في طريق الإنسان كله هي عقبة موته، فمن مات على الإيمان فليس هناك شيء يستحق البكاء بعد ذلك، بل الدنيا كلها الحياة كلها سرور في سرور، ومن مات على الكفر فليس عنده شيء يستحق السرور أبدا، أولاده وعماراته وأمواله لو أنه عاد لأباد ذلك كله وأحرق، لكنه لا يعود ولا أمل في العودة ولا أمل في رحمة الله أبدا ما دام قد مات على الكفر. ولذلك الرجل كما ذكر ابن الحاج في كتاب المدخل وهو من خيار العلماء، ذكر أن رجلا عند موت أخيه
فلا يعود إنسانا في مرضه. ومن السنة إذا عدت إنسانا فوجدته في النزع، يعني عند خروج الروح، أن تلقنه لا إله إلا الله، يعني قل له إنك تقول للمريض تذكر يا أخي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأخونا هذا وجد الرجل في النزع فقال له هذه الكلمة يا أخي تذكر كلمة التوحيد والق الله بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وده نفس الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال فلما قال له العبارة الرجل أدار وجهه بعيدا عن صاحبه فانزعج صاحبه وخاف عليه فانتقل إلى الجهة الأخرى، وبعد فترة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها لا يقول له قل. فلما قالها الرجل أدار وجهه إلى الجهة الأخرى فانزعج، فمكث قليلا ثم انتقل إلى الجهة الأخرى وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فصاحبنا ولى وجهه الجهة الأخرى. الرجل طلوع الروح قال والجالس أخذته سنة من النوم وهو جالس، فلما أخذته وإذا به يرى ناسا يأتون مسرعين فقال إلى أين إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا ذاهبون لنهنئ رجلا مات على الإيمان. فقال أجيء معكم أهنئه، فذهب معهم فوجد الرجل الذي يهنئونه هو نفس الرجل اللي كان بيقول له لا إله إلا الله. فقال يا فلان ألم أكن معك وكنت أقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله فكنت تدير وجهك؟ فقال يا أخي نعم ما كنت أدير وجهي منك، لكن كنت إذا قلتها وذكرتني جاءتني الشياطين من قبلك، يقول لي الشيطان محمد كذاب مت على اليهودية، والآخر يقول مت على النصرانية، فأنا في فتنة فكنت أدير وجهي من الشياطين وليس منك أنت، حتى أماتني الله على الإيمان فنجوت. واستيقظ الرجل فنظر في صاحبه فوجده قد فارقت روحه جسده، فعلا الرجل مات. فاستبصر له وسر من أجله لأنه مات على الإيمان. هذه أخطر لحظة في حياة الإنسان، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعيذ من الشيطان ومن فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة الموت هي دي، لأن الشياطين بتأتي لتحاول التغلب عليه حتى يموت على الكفر، حتى كما ذكر ابن الحاج قد تأتي الشياطين في صورة أبيه إن كان أبوه مات فيقول له أنبي إيه، بيقول له أنا أبوه ومت على دين يهودية واليهودية حلوة جدا، أم إذا كانت ماتت يأتي الشيطان في صورة أم يقول له ما صدقتي أنا أمك ومت على دين النصرانية أحسن دين مت عليها، علشان كل ده يكفروه. فإن كان صادق الإيمان نور إيمانه يحرق الشياطين ويهديه الله في هذا الوقت، ولذا يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني الله يثبت المؤمنين في الدنيا وعند الموت في الآخرة، عند الموت يثبتهم على الإيمان حتى يموتوا موحدين. ومن هنا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر،
يعني الرجل العاصي الجريء على الله المستهتر بالمعاصي ولا يعبأ بالفجور والفسوق، هذا يكتى عليه أن يموت على الكفر، لأن المعاصي علمته الجرأة وحرم رحمة الله وعنايته والخوف منه، فهذا يكتى عليه أن يموت كافرا أكثر من غيره من الناس. المعاصي بريد الكفر، يعني بتوصل إلى الكفر. وأظن احنا القرآن واضح في ذلك، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى حجبوا لأنهم كثرت ذنوبهم والعياذ بالله، فالقلب أظلم فلا نور فيه يضيء عند الموت. وانت اللي بينفعك عند موتك إيمانك وعملك الصالح، مثل القبر برضو مثل البعث، خلاص انت في الوقت ده لا حول لك ولا قوة. الذكر واضح. يبقى اذا عرفنا ان من السنة ان احنا نبشره ونهون عليه، من السنة لو ان حضرة الوفاة ان احنا نذكره بلا اله الا الله، من السنة ان احنا نعرفه في الوقت ده ان كل واحد محدش عارف الحياة من الموت. إذا كان عليه مظالم لأحد يجب يطلب الناس ويعطيهم حقوقهم، عنده أمانات يردها، عنده ودائع يردها، عاوز يوصي يوصي حتى يعطي كل ذي حق حقه قبل أن يموت، فلا يجد دينارا ولا درهما، ويأتي الناس يوم القيامة فيأخذون حقوقهم فيهلك في النار بسبب حقوق الناس. نذكره بذلك كله. وإن كان عمل وصية فيها ظلم لحرمان أحد الورثة من رجال أو نساء، نفهم أنه ظلم وأن الله يعاقبه على ظلمه، وعليه أن يعدل ويترك الأمر كما أمر الله وحكم، لا يحرم البعض من الميراث ويعطي البعض لأنه ليس مسرعا والمسرع هو الله. علينا أن نقوم بذلك كله. ثم إذا يعني هذه خلاصتها، إذا وجدنا إن الأمر الأخ اللي يشعر إن الأمر يستدعي إنك تكلم أحد من أقربائه تعرفه إن الحالة حالة سيئة، إذا كانوا ما يعرفوا وأنهم يجب يأخذوا بالهم، ممكن تنبه، لأن بعض الأهل لا يعرفون حالة الموت ولا يدركونها، والأطباء أحيانا يعمون ولا يخبرون بالحقيقة خوفا على الأهل من الصعقة أو من الصدمة. فأنت عليك تكون حذر إذا كنت قريبا لأهل الميت، حذر وترعى الأمور بحرص وتكون دقيق وتعد كل شيء بحيث لما تحصل المصيبة يبقى أنت قمت بالواجب، ما دمت تجد أن أهل الميت يمكن أولاده كلهم أولاد صغار ومراته وفي غربة وما بيعرفوا شيء، يبقى عايزين واحد له تجربة وحلقة ومعرفة يقوم بالأمر يقن. هذا ما يتبع عيادة المريض أو خلاصة ما يطلب من السنن في عيادة المريض، عرفناها والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشكر الله له. الأسئلة، في أسئلة النهاردة؟ أنا شايف ما في أسئلة. انت اللي معك اول ما فيك اسئلة سنة. الله الله. واحد يسأل هل تحريك الاصبع بعد التساهل؟ مش بعد التساهل، هي اما في اخر التساهل او اثناء كل التساهل. هل تحريك الإصبع عند التساهل سنة؟ أيوة سنة. بالنسبة لإلقاء السلام، هناك من تلقى عليهم السلام ولا يجيبونك ويكون ذلك في كل مرة، فهل نمتنع عن إلقاء السلام عليهم؟ أولا لو سلمت على أحد ولم يجبك لك عليك أنك تقول له يا فلان سلمت عليكم فلم تجيبوني، إما أن تجيبوا أو تردوا علي سلام. رد يعني قولوا رددنا عليك سلاما.
يعني ردوه لي، انا بسحب كلامي يعني بسحبه فردوه لي، يعني معناه ان كنت لا تستاهل. فان كانوا اهلا للفهم فبها، ما عاوزين يردوا ولا يفهموا يبقى لا تقل لهم السلام عليكم، يبقى ما في فايدة، ما بينفع معاهم كلام ولا بينفع معاهم كلام، يبقى ادعيلهم ربنا يهديهم. واحد بيقول هل من السنة ان نصلي الشفع والوتر بعد صلاة التراويح او بعد صلاة القيام؟ على كيفك. الشفع عادة بعد صلاة العشاء، اذا اردت بالشفع الركعتين اللي قبل الركعة الوتر يبقوا اسمه كلهم اسمهم وتر، هم الثلاثة اسمهم وتر. الوتر دائما يصلى اخر صلاة، ان كنت هتصلي تراويح بس يبقى اخرها الوتر، هتصلي قيام يبقى بعد القيام تصلي الوتر، هتصلي تراويح وقيام يبقى خلي دائما الوتر ده اخر صلاة من صلاة الليل، بس هو كده اخر صلاة من صلاة الليل هي الوتر، وتريح نفسك وتريحنا. طب ولو صليت الوتر اول الليل وجم حضرت قيام الليل ينفع او ما ينفع؟ ينفع ولا حاجة، ما تجنقها، سهلة سهلة، صلي ولا ينفع. هل يجوز ان تصلي الشفع والوتر بعد صلاة التراويح؟ ما قلنا اي، وكذلك تصليها في نفس اليوم بعد صلاة القيام. الوتر لا يكرر، اذا صليت الوتر مرة ما تصليش مرة تانية، واضح؟ وان كنت عاوز تصليه مرة تانية تبقى تصليه ثلاث مرات. ازاي بقى؟ يعني انت صليت ركعة وتر بعد التراويح وجيت هتسين الليل، عاوز انت هتسين الليل، انت صليت ركعة وتر يعني ختمت صلاة الليل، صلي ركعة ثانية قبل ما تسين الليل، الركعة دي مع الركعة اللي مضت يبقوا اثنين، اتحسبوا شفع بقى على طول. وبعد ما تصلي القيام يبقى صلي ركعة وتر، يبقى الوتر ختمت بيه. مش عاوز تعمل الغلب، خلاص يا اخي صليت الوتر وبعدين تصلي بالليل، صلي ما ما هو ممنوع يا اخوانا، اجعلوا اخر صلاتكم وترا، هذا استحباب. لكن لو انت عملت كده له ممنوع، ولا تزعل ولا حاجه، ولا تاخد على خاطرك ولا تكبرها. اذا اردت ان تصلي القيام هل تصلي التراويح او تصلي 10 ركعات من التراويح وكم ركعه؟ شوف يا ابني، صلاة التراويح او صلاة القيام هي، تأكد ان صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل وقيام الليل هي التراويح، بس انت عملتها في الكوب بالتكليده واصبحت بدعة التسمية نفسها. انما ما في حاجة اسمها تراويح، كله اسمه تراويح وكله اسمه قيام ليل، لان كل صلاة بعد العشاء اسمها قيام ليل ولو كانت ركعة الوتر. معروف، انا اظن الكلام ده اصبح مفهوم. وبناء عليه يبقى انت تصلي التراويح ركعتين او قيام الليل اثنين ماشي، اربعه ماشي، السنه ثمانيه، طب صليت عشرين زين، طب اربعين ازين، طب ميت ركعه يا ميت حلاوه، يا ميت حلاوه، بس اعملها صلي. صلاة الليل مطلقة، البعض كان بيصلي مية والبعض بيصلي ألف ركعة، والبعض كان بيقضي الليل كله يقيم الليل بركعتين، فالمسألة مباحة موسعة مطلقة ليس فيها تحديد من أحد، ما فيهاش تحديد من أحد. حديث عائشة بيبين فعل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كل أحاديثه إطلاقية إطلاقية، وعشان كده الصحابة كان منهم اللي يصلي بكذا واللي بكذا واللي بكذا. تحريك الإصبع، ده سؤال ثاني قلناه. واحد بيقول بعض الأئمة في صلاة القيام يعمد إلى القراءة من المصحف، فهل هذا جائز أم غير جائز؟ لا جائز، يعني لو وضعت المصحف امامك على شيء لا تمسك المصحف بيدك، لان امساك المصحف بيدك يعتبر عمل كثير،
ضعه على اي شيء عالي، ولما تصلص اجعل احسن حاجه انك تجعل كل صفحتين تراكها، او عايز تنقل الورقه تقلبها بهدوء، تجيب مصحف يكون كبير ويكون ورق تال عشان ما تعملش ده وتقعد تجيبها، الورقه ترجع تعملها تاني ترجع تاني، تمسكها بايد وتعملها بايد، هيقولوا ما بيصلي، والحركات الكثيره مبطله للصلاه. فكلام العلماء ان الصلاه في القراءه في المصحف في صلاه الفرض مختلف فيها، البعض يقول الصلاه صحيحه والبعض يقول باطله. اما في النفل فمتفق على ان القراءه في المصحف في النفل جائزه على طول. طبيعي لما تكون انت حافظ صور وتقرا من الصور اللي انت حافظها يبقى احسن، لكن اوعى تروح تجيب المصحف بقى. واحد بيروح يجيب المصحف ليه؟ قال الصور اللي انا حافظها قليله، انا عايز اقرا القران كله. طب انت ما بتجيب قراءه القران؟ يا اخي سيبني اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما انزل عليك القران تزكي الا تذكره، ما هو شايفها الا تذكره لمن يخشي، تنزيل ممن خلق الارض والسماوات العلي الرحمن على العرش السوي. قلت بقى تبقى ده اسمه قران ولا قرابيط؟ وتقول له اقول لك انا بقرا قران، حرام، ما بالشكل ده، ونازل تخبيط تخبيط تخبيط، خرابيط خرابيط خرابيط، هذا ما بيصير. فاللي يعرف يقرا يقرا في المصحف. الذي لا يجيد القراءة في المصحف حتى ولو كان في بعض أخطاء بتغفر له، لكن لما تكون خرابيط بكثرة ما يبقى ما يصير هذا، خصوصا أن في بعض أخطاء ممكن تؤدي إلى بطلان الصلاة لأنها بتغير معنى كل القرآن. هل يصلي القيام من صلى التراويح أو يكفي بواحدة؟ على كيف تصلي الاثنين ماشي، تكتفي بواحدة ماشي، أن نصلي عشر، ما احنا قلنا بقى عشر عشرين أربعين ربعمية متر. ما حكم الموسيقى والأغاني في الإسلام؟ وما حكم العاكف على دراسة الموسيقى في المعاهد المسيحية؟ أولا أنا لا أوافق حتى على القول، لأن سماع الموسيقى بعض أكثر الفقهاء يقول إنه ليس حراما، كذلك سماع الأغاني ليس حراما إلا إذا كانت مثيرة أو فاتنة.